الحمد لله وكفى وعلى آله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعلى أثره اقتفى. أما بعد، أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. قال: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وحديث آذية رنتي وعجب بضن فوائد بضن إيا خير بضن رنتي كل ميي. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وصحابي جليل أها من علماء الصحابة كم ذها نبيك صلى الله عليه وسلم وبشاريي إنه النبي جعليه: معاذ، إني أحبك في الله، إني أحبك. معاذ وانكو تشعله نكو النبي يريبها صلوات الله وسلامه عليه. معاذ وحليه النبي أيان سحبدي سأها أن لجري أن لسعدي صفر أنكو جرني. كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفر. مركه وحو معاذ لي انت السعودين سفرك كجرين، فاصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير. نبيغان امبان اسلا لوك هلني اون ادوادي مالين مالمها كمده وانا الله سعودا سعود با لغو جرا، يعني نبيغو لخالي نقضي ماشا. مركه فرصد بو هلي ونبيغ صلى الله عليه وسلم وحكو ويديو مركه وحنكو اريبو يري. فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. رسول الله إيشك عمل جنة إيقليني نارتنا إيقفقيني؟ وسؤال آدي أدوين سيدو النبي قبويري صلى الله عليه وآله وسلم: لقد سألتني عن عظيم. أهرين آد أوين باد إويديسي قفك مؤمنك همي جيسة همي جيسة إذل همي جأقوين وقصة أرورية سذاب عذابي عرضي إلهي عذابك سأقبض بادا رضيه إلهي جندي سنة أقول لي بانا همي جأقوين قفك مؤمنك وأنكاء. ولأجل ذلك معاذ بن جبل أرنت أسبا قلبي سآدي هذا مشقول السيء فرصد أن النبي كويدية مركي أوهالنا ولدك دقي أو حيري: يا رسول الله،
أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. صحابة النبي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين سؤالات كاسو كلام معاد كلية مئه ضد بضم بيكتمي يعني أفضل العمل بيويديان عمل كلي إلهي وجعل لي هاي بين نبي ويديان عمل الجندي كوغلا نارتي كبد بادي ويديان وحي ويدين يعني إني أغادان وعلمي لهذان دبديدنا أي كعمل فلان سي أي أغاران إلهي رضيه سي جندي سي وغنى بدبادان إلهي عرضي سي عقوبة ديس وحالا يابله ما أنت مثلا وقت كان أنجو إنه إنك قف سؤاشا ويديه وينو يريهي هادانو نراهنو هادانا بأورانين بتشرو سؤاشا يسي غضاس إنو قفكو قف عالم ويديو محام كبد بادا أن عرضي إلهي عذابك سيء قبد بادا جندي إلهي رضيه سين أقول ليبانا يعني ليبانتا محائي قار سينية قفكو إنو سيدا ويديو أدبي أيرتهي علوم هذا سؤالات بدن بلا ويديا وابل من الأسئلة يعني سؤالات آدي آدو بدن واللي بعيض الروب كو كاريتا هذين باب مرك غار كود هذا سلا ذاين كبدنين أيا لويديا سؤاشا قف إلهي وفتشيو ودت كمان تعسر عن جوجاه ويريا آدي آدو ويريه وحي أمكو أقول يا سنة يانو علوم هذا لجو وريري مسائل أن الدنيا كصابسا أم كلية أم بلجو وريري لكن واحد آخر هذا كصابسا ودين كصابسا يعني ويا ولا ويديا لكن ويرتهي إنه قفك ويديو محان عذابك إلهي وقبد بادا محان جندي إلهي أنكو قلاهم كلي بنا سيدا سؤاشا نك ليرا هذا معادي من جبل والنبي ويديي نبي وحوق جوابي لقد سألتني عن عظيم وحادي ويدي سي أرين آد أوين مسألة ذا قفك إنه عذابك إلهي كبد بادو جندي إلهي نؤ كل بانه سؤاشا سوى سؤال أد أوين أد مهمة أين هبونته قف كستاه إنو ويديو أو راديو أو بحثيو محو عذابك إلهي أقبد بادا جندي إلهي نؤ ومركا أو كوغراه كل بانا ومد مدك لو حويا جندي عذابك إلهي إن لقبد بادو جندي إلهي سبحانه وتعالى أن لقل لي بانه أيضنا أرنس هلا ماها عمل كالجوجل يا هنا عمل سهل ماها لأنه نبي عليه صلى الله عليه وسلم ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله هي الجنة بذيعة إلهي وبذيعة غالية وأنا جن من سهلنا وح سهلنا لجو مهلا وح رخيص لجو مهلا وح غالية بلجو هلا تدل بلجو هلا اجتهاد بلجو هلا طاعة لجو هلا إخلاص بلجو هلا ما ركته الدنيا دين على إسكت دي قال لجوه لا إلهي للسوق بلبا لجوه لا ما سهلنا لقد سألتني عن عظيم لا مركا لكن نبي وحيري وإنه لا يسير على من يسره الله على من يسره الله عليه وإنه لا يسير على من يسره الله عليه ويسفض الضحي عدي إلهي أفض ديو إلهي هنوفض ديو هن نوافتشيو وحي إلهي رالي قلية عردي سي عذاب كيسينا أن يقبض بادنو نون نغضى وقاية نقا إلى لسا إلهي عذاب كيسي عردي سجندي إلهينا سبحانه وتعالى يرضيه سينا أهل نوغردق إلهي أن نوفضو ديو هنا نوافتش مركاب النبي صلى الله عليه وسلم أتل مامي أموره ووحير تعبد الله ولا تشرك به شيئا إلهي أدى دوني ست أرنت أدئي ويدي سي وحل لغو غاريه وحويا وعبادة الله وحده إلهي كليق إن لعابده إلهي إن لعابده وان عبادة إلهي لغا تغنو لغا هاجرين إن كليق لعابده وان عدك للعابدين عدك لأن رب للعابدين كليق لعابده إخلاص لو عابده إله نمدي سلو عابده رب نمدي سلو عابده حبا لله لو عابده شعيل إلهي لجعلي هاي تعظيما لله لو عابده بحي لي أدوامان النهاي إلهي بان أدون يعني أدوام النهاي أدون نوحي الله ديري لغو كلفي وإنو اللي مادا وهقاجية تعبد الله ولا تشرك به شيئا هذه واحدة مدك حكتاهي وتقيم الصلاة صلاة دود أكتو وتؤتي الزكاة صدق حولها قصدق دود أوت سيست
دتك مستحقين تاهم مضن وتصوم رمضان رمضان كأوت سونتيد أوت كمشيت وسيدي إلهي سبحانه وتعالى نو أمري أدفو لسيدو الأولى ما يسترتيد وتحج البيت بيتك وكعبدي إن أدو حج سيد أدو قصديد سئد هلك أقو قدتيد عبادو آني سورة قلع هين ملك لإن لقو قدتو وكعبدي إلهي والله ضوافاء وصعيقي بين الصفا والمروة ووقوف عرفات ومبيت المشاعر مزدلفة يومنا ورمي الجمرات ولا قرنا يا عماشة يا مناسك الحج وعبادات أن ملك لقو سمين كرين صدق هذا ماشى دون تدخل بحين كرتاه صلاه ماشى دون تدخل بحين كرتاه صومك ماشى جوكت تدخل صومي كرتاه لكن حجك وين هلك الله تقع أركان تامرك وأركان الإسلام وأسس الدين دينك أسس تيسي وكتاجنا وكلسنا هي أساس يديسي هي أركان تي إسلامك ويان انتابوا النبي قلت المامي صلى الله عليه وسلم حقيقة واجبات كاس هي فرض يالكاس إلهي نغو فرض يالي وأركان الإسلام قفكي حفظه ولي ماده وسلم أغوته مع الإخلاص مع التوحيد أغوته ووليب الدائمة إلاء إلهي كلك المي سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين جنة وكو قليا جنة وكو قليا وأنا عمل سمي عملك إلهي أغوش عليه وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه أدون كيغو إيغو مدوادو ساسبو ربي ليه أدون كيغو إيغو مدوادو وحان كتش علهي وحي أنكو فرض يالي أحب العمل إلى الله فرض كأي واجب كإن لحفظيه لحجيه لا دوره لا إلى ليوي هدو أنت قفك كوكاب صدى جنة وكوك ليا ولبا حديث فربضا أرنتا تلماميس مثلا صحيحين كوحا كسقنا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نن أعرابي أرير بادياء أي النبي أويمي صلى الله عليه وآله وسلم مركز سؤاشا ننك ليرا هدو معاد من جبل أو كلوي دي ووحير يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة رسول الله إتوسي عمل هدي أن عمل فلو أن جنة ذكو قلو جوابته النبي قسيي معاذ من جبل بو النبي وقو جوابي تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان سيداسو النبي وقو جوابي إلهي بدعا محوها أياد أياد عابوديسا عبادتي سنعيدنا لما وداجينيس صلاة مكتوبة أياد تكنيسا ودوغيسا ود يعني تقيمها زكاة ماركت المفروض كا إلهي كغفر رضي لي أياد قدنيسا صونك أياد سوميسا سيدا صون نبي كويري نكي مركاس بويري والذي بعث والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه اللي هي نفتي ذو يدي سايا هيد من كل عرنا ياي انت قاد إيشيكتي كمان زيادين ايو كمان النقصة من ايو وانا لقاقي نبي قوحو يري صلى الله عليه وسلم صحابة دي لجوكتي كيري من يسره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا قفكو فرح قلين ايو إنو أركو أما إيغو قف أهل الجنة نكاها إيغو سقوم بأهل الجنة محو جنة كو كسبضي سؤاشي النبي ويدي والنبي ويدي النبي قونا أجوابي وأجوابي أركان الإسلام وأجوابي أيو مركا يري من الزيادين يا مانا كنقصا مني وانا حفظي يعني بالصدق بالنية صادقة نية رنأة مركا أبا النبي قيري صلى الله عليه وسلم وأهل الجنة سيدا سوكال اعرابي كالي بان نبيك اويمي صلى الله عليه وسلم مركز سؤال دو ويدي اسلامك وحكا ويدي صلاة دو وحكا ويدي صدقة دي زكاة دو وحكا ويدي صونك وحكا ويدي حجك وحكا ويدي كل قد نبيك وجوابي صلى الله عليه وآله وسلم مركز وحكو جوابي ساقنا والذي بعثك بالحق
لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن اللي هي حق ولا صار من كل أرتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم إيه وإحنا كم زيادين أيوه وإحنا كم نقصان أيوه وأنا دقاقي مركز النبي يقول صلى الله عليه وسلم لئن صدق لا يدخلن الجنة هذه أكرن بيو أكرن شيغو جنة وقليا إذن حديثة سو إذل إيه جوابتن هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم عاد وجوابي با وحين تسينيسا قفكو واجباتك إيا فرضك هدي أحفظه أو إلاليه أو أكامل يلو أو دائمه أو إخلاص أو كجته سيدي إلهي سبحانه وتعالى أشرعيه نبينا الله قد ينين أولي مادو إنه جنك قليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويعيننا عليه. أنت مركو النبي جوابي معاذ بن جبل أيو نبي حج على ذينه مرك أبواب الخير وبدنيه سننك إيا النوافشي إنه النبي صلى الله عليه وسلم يا خير كي إنه أسي عديه سوى يدنا أقف إيديسته وأقكبه فرضك مركبه النبي وحكير معاذ ألا أدلك ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير ميان كتسينين خيرك الباب ديس أبواب الخير آد يآد بأبدينهن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه آد بو وتشعليهي إنه خير كزيات صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مركز لسوب جواب قلت بلى يا رسول الله رسول الله وان جعلهي أدئي أدبا أجعلهي نادي تسيست مركز النبي وجوابي صلى الله عليه وآله وسلم قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل صدح قضب الصيام جنة صنكو وقباد إيا قاشان أدوغا قبتد عقوبتي إيا عذابكي إيوه ويحي كو قارسين لها أسبابتي كو قارسين لها يدبا وصنكو إذل لكن هذا النبي قضب كان وحكا قاها الله يا صنك تضوعا وإلا صنكي فرض كأها هرو أصو الشيقي تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان هروسو شيغي صون كان دم مركا النبي وكذلك الشيغي ومن أبواب الخير وصون كالسنة ومستحب كا ويهبون تهي مركا قفك مؤمن كاهي مركو فريسيو واجباتك إيا فرضك لما يسترو حفظه إنو مركا زياد سدو أبوابتك لو خير كاهي صون كي نوافش إنو زياد سدو وحكى له النبي يري والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار صدقتنا خطيئة هي ذنوب تبي الدمسة وأي مرتا وقفك كنذي في صي كنقضا كما يطفئ الماء النار سيدا بيه الدبك أي الدميانه كله إيرنتي شبه تشبيها صدقتها هي بيها شبه بكرده حية ذنوبته إيه الضبكة شبه باكرد حية ذنوبتي إيه الضبكة شبه باكرد حية والضبكة وحبو قبا ذنوبتنا وصوابت قفك نار تلوغو قبو قف نار لقلياه وقبا نار بوكو قبا واشد ميا مركا ذنوبتها صببوه إنو قفك النار كو قبته أو كو بسلاد ونعوذ بالله من النار وحال أهل النار مركا الضبكة إيه ذنوبتها ووحوح قبا ونروي ضبكة بيال لقو بغتيا ذنوبتنا وحلق بقتي يا صدقة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار من أبواب الخير بيكمتهي وقفك خير بضن إيا فضل إيا أجر إيا ثواب كزية سنة مؤمن كاهي مركو لي مادو فرض كي لي مادو صدقة دي فرض كاهي دي زكادة ها مركو قلتو حدنا وإنو صدقاتك كاليتي تضوعا وآدي آدو بتصدو وحكلو النبي قيري وصلاة الرجل في جوف الليل قفك سلادي سهمينك همينك داتكم مركي تكنيان مركي هرديان بان أرن لها قفك أتكنيه وصلاة الليل كي وقيام الليل كي أفضل الصلاة بعد الفريضة إن يتهي صلاة الليل كابو النبي النوشيقي صلى الله عليه وسلم وأنا دأب الصالحين داتك صالحين تأه عاددو دا بل حديثك وحكجري بعض النسخ
وصلاة الرجل في جوف الليل شعار الصالحين ضدك صالحين تشعار كودا يعلامده هودا يدأبي كودا يعادده هودا وأنصدا إني همين كي استاغان أو تكادان إيادو ضدكو أي هرديان إيادونا وحي كمتهاي وحيا لها إلهي سبحانه وتعالى أدونك درجات كي سؤادي أد ورفعه ولأجل ذلك حديث كسقداشي سوحولي معاذ بن جبل ثم تلا قول الله تبارك وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون يعني تتجافى جنوبهم يعني وحالك حظية ذاتك مؤمنين تا صالحين تا آياتك إلهي الرمينية مركة أي مقلان يعني حويا إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بعمد ربهم وهم لا يستكبرون آيات داس آياتك لكوريسي يعني وحا إلهي آياتك الرمينية كوا مركة لحصوصي لقواني آياتك إلهي خروا سجدا دعية سجود دعية سجودية ماركتا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون اي هادنا ربك تسبيح سنية وربك مهدينية وان عبادة إلهي اسكويني سينين كواس عاددودو تتجافى جنوبهم عن المضاجع لنعيدو ديبا كتلي راضي ماليه النوم كسريرتي يا فراشكي يا هرددي معانيد بكسو كعيان ودين عبدالك أقبان مايو وحا يكون معان سنياني وعبادة إلهي وطاعدي وصلادي وصلاة الليل وقيام الليل أي إن بدن تاغيهين وآياتك إلهي يكو أخرين أيان يكو تدبر أيان يعني وحويا راحة نفتو الراحة ذو وصدا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ربي قودي بي عابديا إيهو عبسانيا وعمل كودي إنا لا أقبل كعبسانيا وعرضي إلهي عقوبتي سي عذابك سي نارتي جهنم كعبسانيا إلهي بان كما قنقلني إيه هذا نضمع كجرو إلهي نحريسي سأي طمعيا رضيه يعني أي طمعيا عفوي سأي طمعيا جندي سأي طمعيا دائما مركا قفك مؤمن كاهين وهذا بين الخوف والرجاء يعني وحاويا إنه ذنوب تيسي يوحي كدلان لها وعرض إلهي عقوبة ديسي وكعب صدو حدنا وحويا ما ركتي محوان رضيه إلهي يجن ديسي عفق سي أرجين أيو إنو سيدا كل حجرو عفق إلهي رضيه سنوحا لغو ضلبا عبادة ديسا لغو ضلبا إن إلهي لعابدو توحيد كي عبادة فرض كي إلهي قفقك فرض يلي يسونن كي أوبات صدو زياد صدو انتا أمبا لغو ضلبا إياغونا ويكو ضلبا يانو همين كيو لنبي تاغيين إلهي سبحانه وتعالى آيات كلو حكولي كانوا قليلا من الليل ما يهجعون إن يروا أدو يران بضانو همينك كمدا أي سيحن جرين انت كلا ويتوكنيان سيدة أصبا مركا حالة دودو أي تهيكو واسبا آيات داسو مركا نبيقو أخريي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وحي أنكو أرزقني ورزق إيا حوالا أهنا وينفقين أيان ويصدقين أيان وإلهي بيقول لوان أيان ورده سكود ضلبيان وجندي سكود دون أيان وعذابك إلهي سبحانه وتعالى إنه قبل بادية بيكود دون أيان عدد دواساس مركاس إلهي وحليه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون نفي مؤغا وحا إلهي أقريي أو جندا أقريي فلا تعلم نفس ما أخفي لهم وحا لو قريي أو من قرة أعين القبوسئة لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ملك بن أغين نبي بن أغين فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ولأجل ذلك جملة وحا كجرة النفي علماء مركة وحي رهدان يعني النكرد هذا يضع في سياق النفي تعم فلا تعلم نفس أم بنكراء فلا تعلم بانكه الرئيس نكرد مرك هذا يضع في سياق النفي ويعممتا يعني النفء ومخلوقة وحا إلهي ودياري دتك وإلقبوس إيا الراحة وجند ودياري وكرامة عيد أغي مجفت ألك لي أم بأغ مركي لقدون سيو أم بيئون أغانيان نسأل الله تبارك وتعالى الجنة وما قرب إليها من قول وعمل انت مركو النبي أشيغي معاذ بن جبل أيها دنا النبي حجري ثم قال
ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه ميانا كوشيغين ألا أخبرك ميانا كوشيغين برأس الأمر أمر كم مديحيس أمر كالله الله يهوى أمر الدين مديحيس إيا وعموده لفضبر كيس إيا وذروة سلامه ميشا أغسى الرئيس باركا كوري أغسى الرئيس وعن كويري بويري معاد هدويه قلت بلى يا رسول الله يعني مركاب النبي يقول رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد يعني صدح ذا جمله وحن كده هنينهم كفهمينا إسلام كيبا لتشخيصي وحالا قد لقاي لتمثيلي شخصي نول أوكالي شخصي مضح له اللغة له وقلبي له ولفضبر له بلغة لغاية مركا مضح إسلامك مضح أمرك دينك وإسلام لماذا وتوحيدك قفك هذه مضح لغاية يومن ولاده إسلام أن توحيد لهين مجره من ولا قفك هذه لفضبرك لغاية شبيه ووحمة ترع نولا لي وكترته لكن جركي سوداني وحن نقول يا شلل وحن نقول يا جماد دقح عن ميليا لا ماذا حكى لي أم بوم كدق دقاتين كرا يعربك دينك هدي سلادة اللوايانة وقف لف نبرك كتشبي أكلة وحبق بسن كريم وحمد ترى إسلام كدرجة أقص الرئي ماشي أقص الرئيس شرائع دي سنة وجهادك الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا مركز مرصد أحد هذا النبي كيري صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبرك بملاك ذلك كله معاذو ميان كو شيغين انت أو إذ الوحكو هنانيا والرأي يعني وحويا كو ملكين يكوسو قعنقلين إيه مقصود كأه وحنكو إيريبو يري بلى يا رسول الله مركز النبي يريب ويريب كف عليك هذا وأشار إلى لسانه كن إسكقبو كن إسكقبو وعربك عربك هو خطير جدا أدب خطير أيهي حقيقة قف كان إسكقبا وأنا فإذا بديهي قفك أديك سدى وضاعدي إلهي وأديك سدى كف عليك هذا مركز وحنكو يريب ويريب يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم نبي إلهيو ميان لو قبنيا وحانكو هادلينو نبي مركاسو سيلا يابله أو تعجب كجرو أيوح أويري ثكلتك أمك معاد معاذو هو يضا قبلنتي نبي صلى الله عليه وسلم هبار لم يجد لكن وكلمة تعجب تعجب لولي ماذا هو يضا قبل انتيه وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ميوب قفك بني آدم كنارتا مضح مضح أقره ذا إلا وحو عربك كوكس بضيمه قفك أهل النار كمضح مضح بالنارتا اللوغلية مضح الله قهر مرينية وشيقي ويعني بحوية ضاعدي إلهي إلهي وسجود وكك يعني كسنتاقي أي نار الله مرنا يا يوكو مركا وقوه الرسابة يقو بيسا وحا نار تقلي يا بضتك ووحي عربك كلي مادين ووحي عربك كسبدين يعني كلماتك عربك كإيمانا يا هي كلمات سهلا ماها وين وقفك إسئلالية ولأجل ذلك نبي قليه صلى الله عليه وسلم في حديث آخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت قفك أهذا مد اللأي آخر رميني وخيرها كهد له أمها آمسو وحلقو هد الله وصدح النوع إنه يهي وحضاعة وإلهي كاغر إلهي الرالي قليني إيه إنه أهذا وح معصية وإلهي عرق قليني إيه إنه نلبضا مدنا أهين وسكن مباحيهي وح إلهي الرالي قليني كهد وأمر أمرك أمها نقض أمر وجوب أمها نقض أمر استحباب أمر واجبة أم أمر مستحبة وحي إلهي عليك لنا ينكأمس والنهي أما النهي قهان نقض نهي التحريم أمها نقض نهي كراها كتشوك
وحي مباح مرك كفكر هذي مصلحك وجرته إن تكون هذا شيت مصلحك وجرته أو كوجو حس ليس أما مصلحة أدويه أما مد آخره كو هذل هذين وح مصلحاه كجرين كآمس. ولأجل ذلك إمام النووي رحمه الله تعالى حديث كشريح سوح كليه نعم السلامة والسلامة لا يعدلها شيء آمس كأت كآمسد سلامة كجرته والسلامة لا يعدلها شيء سلامة ذي نبت قليا ذن وحلا مديه مجرو وهذا الآذ قيمة بضن وهذا العلمية وهذا ليستحق أن يكتب بماء الذهب سيدا درتيد قف كصو مسلمه وحلو باهي إنو فكره وفكر كيس وكهري هذا الكيس مركو كو فكره أغادو هذا الكان إن خير أغجره أما وح أغا إيمانا ياهي أي ننجرين مصلحنا أغجرتك هذا الكيس مركا هاكو هذلو هديك لي وإنو آموسا وكآموسا نعم نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.